السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. كنعتذر على هذا الغياب المطول عليكم. كنتمنى تكون احوالكم كلها على خير ان شاء الله. وفيديو جديد اليوم اللي غادي تكون فيه الفازلين، غتعرفوا معايا على مجموعه من الاستعمالات اللي مهمه بزاف بزاف انكم تعرفوها. فالفازلين كيف ما كتشوفوا هنايا عندها مجموعه من الاستعمالات الخاصه بالجسم، خاصه بالاطفال. صراحه واعره هذا الفازلين، وهنايا غادي نشارك معكم استعمال اللي هو غينفع الصراحه. هنايا الخشب ديال السدادر كما كتشوفوا مع المده فكيفقد داك اللمعان ديالو، كيفقد داك البريق ديالو، كيولي يبان شويه قديم. فما عليكم الا تاخذوا الفازلين. انا خديت غير هذه ديال 5 دراهم، ماشي ضروري تاخذوا هذيك الاصليه. لهاد الاستعمال تاخذوا غير هذه ديال 5 دراهم ودهنوها على الخشب بحال هكا منين تبغوا تنظفوه. صافي خدو شي منديل هكا اللي كيشرب باش كيزول هذاك الاوساخ، وكيزول حتى الفائض ديال الزيت. هنايا صافي غادي نفركها مزيان مزيان. في نفس الوقت فانا كننظف وكنلمع هذاك الخشب، وكتولي هذيك البلاصه كتلمع الصراحه. احسن حاجه تنظفوا بها الخشب هي الفازلين، ما تنظفوش نهائيا لا بالخل لا بالزيت لا والو، لانه كيجمع الغبره من بعد. فالفازلين كيشربها هذاك الخشب وكيخلي غير اللمعان فقط. ما نعاودش لكم صراحه، النتيجه عجبتني بزاف بزاف بزاف. بالنسبه للاستعمال الثاني ديال الفازلين اللي هو الرخام، فالرخام مع الوقت حتى هو كيبهات وكيوليو فيه واحد البقع اللي هي بيضاء. فضروري اول حاجه انكم تعرفوا الحوايج اللي كيضروا بالرخام، اللي هما الخل، جافيل، بعض المواد ديال التنظيف. يعني خص الرخام تتعاملوا معاه بواحد الطريقه اللي هي شويه حساسه. هنايا كندهنوا بالفازلين وكنمسحوا بمنديل، فالصراحه واحد اللمعان اللي هو رائع. هذه النتيجة، كتحصلوا على واحد اللمعة زوينة في الرخام، كيتنظف مزيان وفي نفس الوقت كتحافظوا عليه ما كيبهاتش. ضروري الرخام تعملوا معاه كما قلت لكم بحذر. هنايا بالنسبة للنوافذ، فالحيلة هي كتخص هاد النوافذ هادو اللي كيتجرأوا لي كوليس. فمع الوقت كيوليو قاصحين بزاف بزاف انكم تجروهم، كيوليو كيوحلو. فاحسن طريقه هي انكم ديروا لهم واحد شويه الفازلين هكا فوق السكه، من بعد كتجروهم واحد شويه، فهذيك الفازلين كتدخل داخل في النافذه وكيولي يتجرب واحد السلاسه ما كيمحنش نهائيا. كذلك هذا القفل هذا اللي في الجانب حتى هو كيولي كيتعكس، ما كيبغيش يدخل في المكان ديالو. فحتى هو الا درتو ليه واحد شويه ديال الفازلين غادي يولي سلس، وغادي يولي يتحل ويتسد بكل سهوله. بالنسبة للاستعمال الاخر اللي هو خاص بالافريشة ديال الجلد او ديال الكوير الصناعي، احسن طريقة باش تنظفوه هي الفازلين، لانه كيحميه من هذوك التشققات اللي كتنتج على الوقت. يعني منين كيبدا كيقدم فكيبدا كيتشقق، ولكن الا كنتو كدهنوه بواحد الصفه مستمره بالفازلين راه ما غاديش يتشقق لكم نهائيا. وشوفوا اللمعه اللي كتحصلوا عليها من بعد، راه كيبقى هذاك الفازلين عاطي ديك اللمعه في الجلد. شوفوا الفرق ما بين هذيك الجهه اللي مسحتها والجهه الاخرى، كتبان باهته وكتبان يعني قديمه كما شفتوا. يعني النتيجه راها واضحه. بالنسبه للفائض ديال الفازلين راه كيشربوا الجلد وما كيبقاش نهائيا، يعني كتبقى واحد اللمعه اللي هي خفيفه وكيبان دائما في واحد الحله اللي هي زوينه وكيبان جديد. كذلك ممكن تستعملوا حتى الاحذيه ديالكم او
هكذا السيكان، اي حاجه مصنوعه بالجلد وخفتوا انها تقشر او لا تشقق من بعد وتخسر، ما عليكم الا دائما تبقاو تدهنوها بالفازلين كيف ما كتشوفوا، منها كتنظفوها ومنها كتحميوها من التشققات اللي كتجي نتيجه ديال التعرض ديالها للشمس. بالنسبة لآخر استعمال اللي هو كيخص الريحة أو العطر، فغنعطيكم واحد الحيلة اللي زوينة بزاف بالنسبة للناس اللي كيبغيو يستعملوا العطور ويبقاو ثابتين ليهم واحد المدة اللي هي طويلة. فأول حاجة قبل ما تستعملوا العطر ديالكم، ديروا واحد شوية ديال الفازلين. هنا راني كنوريكم على المرفأ على اليد ديالي، فهادو من البلايص اللي كيتحط فيهم العطر، وهنايا كترشوا رشه ديال العطر وكيبقى ثابت. وحاجه اخرى هي انكم ما عمركم ترشوا العطر مباشره على الجلد ديالكم، لانه كيحتوي على بعض المواد اللي هي ماشي زوينه. فالا وضعتوا الفازلين بحال الا كتوضعوا واحد الطبقه عازله، وبالتالي ما كيوصلش الجلد ديالكم. ان شاء الله هذا الفيديو يكون نفعكم واستمتعتوا به، وكالعاده الا كنتوا جداد في القناه كنرحب بكم، وكذلك كنضرب لكم موعد ان شاء الله في فيديو جديد وافكار جديده ان شاء الله. انتظروني دائما على قناتكم مرسول الطبخ ديما مع الجديد، وبسلامه عليكم.